اطباق، اندومي، سمك. خب السمكه نسيتها بالفرن، بس شنو بوقتها ما احكي لك ايش صار. اهلي خلوني اني ادز الدليفري وانا دفعت الحساب يعني، فاتمنى تنتبهون على الاكل لان راح تخسرون فلوسي. يعني دخول المطبخ كلش قليل، بس مره من المرات الاهل يم اهلها جيت للمطبخ جاي احمل فاصوليا وهي وجدر احترقن هي وجدر، ومره حسب شغله يعني كبابشي حاط عنده طلبيه مال كباب على المنقله نسيته، صار لونه ولون الفحم سوى. مو انه انا يعني بنيه ودائما بالمطبخ وجودي، فاكيد يعني حارقه اكل. مره تمن يعني هم كلش جوعانين ودا ينتظرون يعني، فاني يعني التهيت اخابر بامي واحكي وياها ساعه وهيجي احترق التمن، قلت لهم اكلوا حكاكه وهذا هو. نوبه من النوبات ردت احط اسوي لهم بسبوسه، ردت احط سميد حطيت جريش بداله، واستوت وراحت وكملت وما حسيت بها لحد ما جاء بنتي اكلوها قالوا شو مسويت لنا؟ قلت لهم شنو شو مسويه؟ قالوا تعالوا اكلي من عنده، من اكلت من عنده يلا حسيت وعرفت بها هي حاطه جريش بدال السميد. لا الكبار وين اول شيء جهال اكلوا من عندها وحسوا بها. ايه حرقت نوبه من الدجاجه قبل كم يوم، هاي السالفه صارت حرقت دجاجه على اساس نسويها على الغداء، حرقتها وخطار كانوا عندي، فبسرعه بسرعه تلافيت الموضوع ورحت جبت من المطعم، جبت لهم دجاجه على السريع، تمن مقبلات وهاي سوالف كلها وياها، قلت على من بعد اني صارفه وطابخه على الاقل هذا على الجهاز كان جبته من الاول. يعني مره من المرات احنا للجزيره احنا شبابنا وحضانا منقله وهذا معتمدين علي انا شوي لهم، هم ما يعرفون شيش تتكي وشيش المعلاق وهذا، خليتهم عن منقله. فخليتهم عفتهم نسيتهم. طلعت اللي غاد وقفت ونحترقن، انا ما ادري ما حسيت كلها راشده من وراي. هاي علبتي يبست. وانا صافني على غير موضوع، بس هاي علبتي يبست. هذه رويدي طلع صاحبي قال لي تعال التكه كلها احترقت وكلها محترقه وما منها فائده، خلينا ذبيناها. ما كنا والله طلعنا احنا المطعم اكلوا لفات سندويشات. قبل فتره جان ولد صديق للبيت مهيمن العصر، فخليت القوري على النار، قلت خلي اشرب شاي واطلع عندي شغله العصر، فهو صدفه اجاني من خليت القوري على النار، بقيت واقف وياه بالباب نسولف ونضحك. ابوه طلع من المطبخ قام يطلع دخان، فرحت لقيت القوري محترق والمطبخ هوسه والبيت كله دخان. نجيب قوري جديد. صارت وياي مره رجعت من الشغل كانوا اهلي نايمين، فلقيت بالثلاجه مسوين تمن ومرقه، فقلت خل احميهن، حطيتن على الطباخ وقلت خل اقلب بالتليفون شويه بين ما يحمن. فانا شو اخذني الواهس بالتليفون طبيت على البرامج شويه لعبت جيم بوبجي، عاد جيت لقيت المرقه كلها متبخره، الجدر مزروف من الحراره تتحاطه على العين النص بالنص، ها فحتى الجدر مزروف. مره تبسي نسيته على النار فاحترق، واحنا قعدنا على ريحه الدخان يعني ركضنا قبل المطبخ فلقيناه محترق كلش. اي فالوالده قالت لي ما تطب للبيت بعد، فرحت قعدت البيت اختي، بعدين وصيت لهم من برا جبت الاكل ورجعت للبيت راضيتهم بي. اول شيء كان ساعة دنيا ليل وساعة بثلاثة بالليل، اهلي نايمين واخويا فوق بغرفته نايم، فما كسواق مفتحة، اخويا العصر رايح جاب لي اندومي اثنين، فانا رحت سويتهن حطيت على الطباخ وسويته، راح ظليت اسمع اغاني بي تي اس وارقص وياهم واغني، ما اسمع الا ما اشتم الا ريحه حرق، اروح القى الطباخ محترق والجدر محترق والاندومي.